علاش مش لابسه فستانكي؟ كذي أنا جليلي مرت سليمان الأولى. مبروك. في البيت اللي بنال هي. لا تهتمل هذا الحين. إيش سويت سليمان؟ اللي كان لازم أسويه. كمان مرة لازم. ولا شو بتسوي عشان أنت ودك؟ ما عندي إيش أحكي. ليلى راح تتجاوز. من؟ ثاني على الشمال. راح تكون جوز كويس. أنا بوعدك. سوي اللي بقول لك عليه، فهمتي؟ هالحين روح ديري بالك على خواتك. ما راح تتجاوز واحد ما بيستاهل. تفهمني؟ أنا كمان كنت بقص راسي لو كنت. أنت ما بتعرفه. ليلى. ليلى. ما كان في حل ثاني. دائما في حل ثاني. بلكي تفتحي عيونك مرة واحدة وتشوفي إيش بيصير حواليكي. عيوني انفتحت. صدقيني انفتحت.